ناس الحلوين يا ليل يا ليل. عرفت المشروع بتاع كابيتانو من التلفزيون، عرفناه عن طريق التلفزيون. الولاد هم اللي قدموا بنفسهم، بصراحة تعبوا كتير وإحنا تعبنا معاهم كتير. بصراحة كان التنظيم جيد جدا وبنشكر القائمين عليه وبنشكر وزارة الشباب والرياضة على دعمهم للشباب الصغير وعلى اهتمامهم برضو بواجه الصعيد عموما ومحافظات الصعيد. هبدأ أنا ولا تبدأ أنت؟ هبدأ أنا. أنا اسمي عبد الرحمن علاء أحمد من المنيا. وأنا يوسف علاء أحمد من المنيا. أنا قدمت في كابيتانو مصر عشان أبقى حاجة كبيرة يعني وزي محمد صلاح وكده، وعشان برضو فيها نظام وتنظيم حلو قوي عن النوادي كتير. وأنا قدمت في كابيتانو مصر عشان أبقى لعيب كبير برضو زيه، وإحنا الاتنين نلعب في فريق واحد إن شاء الله. أنا قدمت النهاردة في كابيتانو مصر عشان أبقى لاعب كبير كده زي محمد صلاح وساعد بابا وساعد أهلي. أنا نفسي أبقى لاعب كبير زي محمد صلاح وساعد أبويا وأمي وأطلع حاجة حلوة يعني في المستقبل وأشرف عيلتي. أول ما نزلت الملعب بصراحة كده كان عندي ثقة إن أنا أقبل، بس كنت متوتر بصراحة شوية. بعد كده نزلت لعبت والكابتن أبهرني برضو، قال لي أنت حلو وكويس وكده. أنا أول ما نزلت الملعب كنت خايف، بس المدرب شجعني وقال لي ما تخافش العب عادي بروح. أكتر لاعب كنت بحبه في الموسم الأول هو لوكاكو، وأكتر مدرب كان نفسي يكسب ويحصل على البطولة هو الكابتن أحمد الكاس. إن شاء الله أكون كابتن مصر.